تتجدد مشاهد افتتاح المخيمات في الشمال السوري، حيث بين ليلة وضحاها أصبحت ضرورة للسكان ولا سيما الذين هجروا وتضررت منازلهم بفعل الزلزال. وبهدف تأمين مأوى لهم، افتتحت جمعية قوافل الخير الكويتية وبالتعاون مع مجلس جنديرس المحلي مخيما بإحدى الأراضي الزراعية بالمدينة. وجدنا أن أشد ما يعاني منه الناس في جنديرس وفي كل سوريا المتضررة من الزلزال هو المأوى. حرصنا على البحث عن المأوى، وبالاتصال بالمجلس المحلي في جنديرس أعطونا هذه الأرض 4 هكتار وشيء، يعني أكثر من 43 ألف متر مربع. المخيم الهدف له 450 إلى 500 خيم، إلى الآن أنجز منها 270 تقريبا أو 200 وفوق 70. والمسجد بإذن الله جل يعني على وشك الانتهاء منه، والخيم سيكون فيها صوبة وسجاد وفراش وحطب وسلة غذائية أيضا، وسنباشر معهم حتى يعني ننجز العمل كاملا. تحت اسم مركز الكويت للإيواء، وخلال أيام فقط أنجز المخيم وبدأ باستقبال المتضررين. يتسع لقرابة 500 خيمة، ويتضمن مسجدا ودورات مياه، مشكلا مأوى لأهالي المدينة. يأمل سكانه بعودة سريعة لحياتهم الطبيعية والعيش بكرامة من خلال تأمين عمل ومسكن لهم يقيهم حاجة الناس. يعني أثر الزلزال اللي صار معنا راح بيوتنا، دمرت البيوت، هلق ما في عندنا مأوى غير المخيم اللي عملونا يا مخيم الكويتي أخي، وإن شاء الله مؤقتة الشغلة هي وبنرجع نظبط أمورنا من أول جديد ورد نعيش حياتنا الطبيعية. لعلها تخفف من مصابهم شيئا، تحتضن أشجار الزيتون هذه مخيما لمتضرري الزلزال كمركز إيواء لهم، متأملين أن يكون مؤقتا. أحمد الخطيب، حلب اليوم، ريف حلب الشمالي.